بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فهذه قراءة في نونية ابن القيم للشيخ أبو عبد الله محمد ابن صالح القحطاني، المتوفى سنة 78 و300 للهجرة، رحمه الله. قال رحمه الله: هو جاء بالقرآن من عند الذي لا تعتريه نوائب الحدثان، تنزيل رب العالمين ووحيه بشهادة الأحبار والرهبان، وكلام ربي لا يجيء بمثله أحد ولو جمعت له الثقلان، وهو المصون من الأباطل كلها ومن الزيادة فيه والنقصان. من كان يزعم أن يباري نظمه ويراه مثل الشعر والهذيان، فليأتي منه بسورة أو آية، فإذا رأى النظمين يشتبهان فلينفرد باسم النظمين فإذا رأى النظمين يشتبهان أحسن الله عليكم فلينفرد باسم الألوهة وليكن رب البرية وليقل سبحاني، فإذا تناقض نظمه فليلبسن ثوب النقيصة ساغرا بهواني، أو فليقر بأنه تنزيل من سماه في نص الكتاب مثاني، لا ريب فيه بأنه تنزيله وبداية التنزيل في رمضان. الله فصله وأحكم آيه وتلاه تنزيلا بلا ألحان، هو قوله وكلامه وخطابه بفصاحة وبلاغة وبيان، هو حكمه هو علمه هو نوره وصراطه الهادي إلى الرضوان. جمع العلوم دقيقها وجليلها فبه يصول العالم الرباني، كلماته منظومة وحروفه بتمام ألفاظ وحسن معاني، قصص على خير وحسن معاني أحسن الله عليه، بتمام ألفاظ وحسن معاني، قصص على خير البرية قصه ربي فأحسن أيما إحساني، وأبان فيه حلاله وحرامه ونهى عن الآثام والعصيان. من قال إن الله خالق قوله فقد استحل عبادة الأوثان، من قال فيه عبارة وحكاية فغدا يجرع من حميم آني، من قال إن حروفه مخلوقة فلعنه ثم اهجره كل أواني، لا تلقى مبتدعا ولا متزندقا إلا بعبسة مالك الغضبان. والوقف في القرآن خبث باطل وخداع كل مذبذب حيران، قل غير مخلوق كلام إلهنا واعجل ولا تك في الإجابة واني، أهل الشريعة أيقنوا بنزوله والقائلون بخلقه شكلان، وتجنب اللفظين إنك ليهما وتجنب اللفظين إنك ليهما، ومقال جهم عندنا سيان. يا أيها السني خذ بوصيتي واخصص بذلك جملة الإخوان، واقبل وصية مشفق متودد واسمع بفهم حاضر يقضاني، كن في أمورك كلها متوسطا
عدلا بلا نقص ولا رجحان. واعلم بأن الله رب واحد متنزه عن ثالث أو ثاني، الأول المبدي بغير بداية، والآخر المفني وليس بفاني. وكلامه صفة له وجلالة، منه بلا أمد ولا حدثان. ركن الديانة أن تصدق بالقضاء، لا خير في بيت بلا أركان. الله قد علم السعادة والشقاء، وهما ومنزلتاهما ضدان. لا يملك العبد الضعيف لنفسه رشدا، ولا يقدر على خذلان. سبحان من يجري الأمور بحكمة في الخلق بالأرزاق والحرمان. نفذت مشيئته بسابق علمه في خلقه عدلا بلا عدوان. والكل في أم الكتاب مسطر من غير إغفال ولا نقصان. فاقصد هديت ولا تكن متغاليا، إن القدور تفور بالغليان. دم بالشريعة والكتاب كليهما، فكلاهما للدين واسطتان. وكذا الشريعة والكتاب كلاهما بجميع ما تأتيه محتفظان. ولكل عبد حافظان لكل ما يقع الجزاء عليه مخلوقان. أمر بكتب كلامه وفعاله، وهما لأمر يعني أمر الكاتبان اللي هو حسن الله عليكم. أمر بكتب كلامه وفعاله، وهما لأمر الله مؤتمران. والله صدق وعده ووعيده، مما يعاين شخصه العينان. والله أكبر أن تحد صفاته، أو أن يقاس بجملة الأعيان. وحياتنا في القبر بعد مماتنا حق، ويسألنا به الملكان. والقبر صح نعيمه وعذابه، وكلاهما للناس مدخران. والبعث بعد الموت وعد صادق بإعادة نقف هنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله آله وصحبه ومن والاه، وبعد. وهذه قراءة في نونية اليام القحطاني رحمه الله رحمة واسعة، وهي تصل إلى 960 بيت، ونحن هنا الآن في البيت 51 بداية منه. وكلام ربي لا يجيء بمثله أحد ولو جمعت له الثقلان. هنا يوضح أن كلام الله تبارك وتعالى لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، وهذا واضح في أن الله عز وجل تحدى الكفار أن يأتوا بسورة، أن يأتوا بعشر سور، أن يأتوا بآية. فقال فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. وقال قل إن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فلا يستطيع أحد أبدا أن يأتي مثل هذا. وتعرفون قصة مسيلمة الكذاب مع عمرو بن العاص، لما قال ماذا نزل عليك؟ قال ضفدع يا ضفدعين، نصك لا ونصك في الطين. قال إنك تعلم وأنا أعلم أنك كذاب، لكن المصلحة أننا نقضي على محمد، هكذا يزعمون عليه الصلاة والسلام، أن نكون معا. وهذا القرآن مصون من الأباطل كلها، جمع باطل وباطل وباطل يجمع على أباطل وعلى أباطيل. وأيضا مصون من الزيادة والنقصان. قال الله عز وجل إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن هنا نقول إن من ادعى أن القرآن ناقص يكفر، ومن ادعى أن القرآن زيد فيه يكفر، ومن حرفه عامدا متعمدا بعد بيان الحجة أيضا فهو يكفر والعياذ بالله. ومن اعتقد أن أبا بكر وعمر وعثمان
أخفوا شيئا من القرآن يكفر. إذن هذا كل عقائد كفرية باطلة من يعتقد مثل هذا، أو يعتقد أن الرسول ما بلغ القرآن كله وكتم شيئا كما يفعل بعض الرافضة وغيرهم أيضا يخرج من الملة، أو من يعتقد أنه في شيء باقي بعد وفاة النبي وهو أنه أوحي إليه إلى غير ذلك، كل هذا كفر وزندقة أيها الكرام الفضلاء. ثم قال: ومن كان يزعم أن يباري نظمه، من أي إنسان يزعم أنه يباري نظم القرآن فيراه مثل الشعر والهذيان، فليأتيه بسورة أو آية فإذا رأى النظمين يشبهان فلينفرد باسم الألوهة وليكن رب البرية وليقل سبحان إلى غير ذلك، لأن كلام الله عز وجل القرآن الكريم غير مخلوق وهو معجز، وتحدى الله به العرب وغير العرب من العجم ومن الناس جميعا أنه يأتوا بمثل هذا القرآن أو بسورة أو بعشر سور إلى غير ذلك. فأي إنسان يزعم أيضا أن في القرآن في أخطاء نحوية أو لغوية، كل هذا كفر وزندقة وإلحاد، وهذا كذب. وهنا الشاعر القحطاني يتحدى ويتوعد بهذا الوعيد الشديد كل من يتكهن أو يرن هذا القرآن شعر إلى غير ذلك من مثل هذه الأمور، فيقول لهم: فإذا تناقض نظمه فليلبس ثوب النقيصة صاغرا بهواني، أو فليقر بأنه تنزيل من سماه في نص الكتاب مثاني. قال ربنا تبارك وتعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولذلك كما قال الشاعر: والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. وهذا كله يدل على الكذب. ولذلك وشابه هؤلاء فرعون في دعواه، وأحد طواغيت هذا العصر يقول عن نفسه: قد خصني بالعلم والتشريف، إن قلت كن يكن بلا تسويف، لكنني اتخذته وكيلا تأدبا واختارني خليلا. هذا الكلام والعياذ بالله يعني ذكر في كشف الأسرار لإبراهيم إنياس وفي تقديس الأشخاص لمحمد أحمد لوع، وهذا من الدعاوى الباطلة لهؤلاء الصوفية الزنادقة. ولذلك ابن عربي النكرة ومن سعى وسلك سبيله من أئمة الضلال واتباع إبليس من الوجوديين وأصحاب نظرية الحلول والاتحاد كالفارض والحلال وابن سبعين والفارابي ومن نهج نهجهم، كلهم يدعون هذه الدعاوى. وأيضا روي ذلك عن أبي يزيد البسطامي من زعماء هذه الطوائف المنحرفة، هؤلاء الظالمون الملحدون تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك رحم الله الشيخ حكمي وهو يقول: وتضع قول زين يزرف من كل مبتدع فيني متهم، إيران ضل عن الحق المبين فلا ينفك منحرفا معوج يقيم. وذلك ننتبه لمثل هذه الأشياء أيها الكرام الفضلاء. ثم قال: لا ريب فيه بأنه تنزيل، وبداية التنزيل في رمضان. نعم، رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هنا يتكلم عن ألف تميم ذلك الكتاب. لا ريب فيه، لا شك أنه تنزيل من رب العالمين، نزل به الروح من على قلبك لتكون من المنذرين. وكان هذا التنزيل بداية ليلة القدر من رمضان، والله فصله وأحكم آهم وتلاه تنزيلا بلا ألحان، من غير ما في لحن ما في خطأ، وأيضا ينزله الله تبارك وتعالى من غير الحان التي تشبع ألحان البشر، وينزله الله عز وجل منجما على الحوادث على مدى 23 سنة. هو قوله وكلامه وخطابه بفصاحة وبلاغة وبيان، يؤكد مرارا وتكرارا الناظم رحمه الله، هذا يدل على عقيدته السلفية السليمة، أن القرآن كلام الله، ليس كما نفى ذلك الجهمية والمعتزلة، وليس كما أفر ذلك الأشاعرة بأنه شيء قائم في نفس، كلا نطق به على الحقيقة على ما يليق بجلاله وكماله، ليس كذري شيء، وهو السميع البصير. وأيضا هو حكمهم، هو علمه، هو نوره وصراطه الهادي الرضوان. هو حكمهم، قال تعالى: ذلكم حكم الله يحكم بينكم، وقال متوعدا: فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن ما حكما لقوم يوقنون. فالقرآن حكم الله عز وجل الذي قضاه لعبده، صالح لكل زمان وكل مكان، فيه من العبادات والأحكام والأخلاق والآداب والمعاملات
شريعة كاملة تبدأ بربع العبادات ثم بعد ذلك ربع البيوع ثم بعد ذلك ربع الجنايات والحدود ثم بعد ذلك ربع القصاص إلى غير ذلك من مثل هذه الأمور التي تضع لكل زمان ومكان. وأنتم ترون العالم يتخبط لأنهم نكبوا أن يحكموا القرآن فيما بينهم فلا وربك لا يؤمنون نفى أصل الإيمان حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حاجا مما قضي ويسلم تسليم. وهذا القرآن جمع العلوم دقيقة جليلة فبه يصول العالم الرباني. نعم إذا كان القرآن في صدرك على المنهج السلفي فإنك تدخل في أي مناظرة ولا تخشى شيئا تصول بهذا القرآن وتنافع عن سنة العدنان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذلك يقول عليك بكر الفكر إن كنت كفاها وعن ذوي المجد واقعدي. فمن قلد الآراء ضل عن الهدى ومن قلد المعصوم في الدين يهتدي محمد. ويقول ابن القيم واصدع بما قال الرسول ولا تخف من قلة الأنصار والأعوان فالله ناصر دينه وكتابه والله كاف عبده بأمانه. قول معك القرآن لا تخاف صول وتجول ولا يهمك شيء قصص على خير البرية قصه. ولذلك هذا أيضا الجزء الآخر من القرآن. القرآن ثلث عقائد وثلث أمثال وثلث قصد قصص أيها الكرام الفضلاء. فهذه القصص قال فيها ربنا عز وجل نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وأبان فيه الحلال وأبان فيه الحرام ونهى عن الآثام والعصيان. ومن قال إن الله خارق قوله فقد استحل عبادة الأوثان. هنا يرد على الجهمية والمعتزلة هم أول من تبنوا هذا الكلام الفاسد وتبناه واصل بن عطاء الذي تتلمذ عليه عمرو بن عبيد ثم ابن أبي دؤاد وبشر المريسي ومن نهج نهجهم من أهل الضلال الذين قالوا بأن القرآن مخلوق وليس بكلام الله. فهنا يقول لهم كذبتم ومن قال بهذا القول فقد استحل عبادة الأوثان يعني خرج من الدين وخرج من الإسلام وخرج من ربقة الإسلام. ولذلك هذا الكلام الذي يقولونه كلام باطل. والله عز وجل تبارك وتعالى القرآن كلامه ليس مخلوقا. ولذلك في مثل هؤلاء يصح قول القائل قد أسمعتنا وناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ولو نارا نفخت فيها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. ولذلك النبي يقول في المجوس هؤلاء القدرية مجوس هذه الأمة كما رواه أبو داود. وأما يأتي الآن يفصل تفصيل آخر يقول من قال القرآن عبارة وحكاية فغدا يجرع من حميم. آن في ناس قالوا القرآن مخلوق وفي ناس قال لك لا القرآن ده حكاية وعبارة وليس كلام الله تبارك وتعالى كالأشاعرة ومن لف لفهم. فهذول كل متوعدون أيها الكرام الفضلاء لأن في النهاية هذا القول يفضي إلى قول المعتزلة. لما تقول القرآن حكاية وعبارة تفضي بذلك لقول المعتزلة أنه مخلوق وليس من كلام الله تبارك وتعالى. فعقيدتنا القرآن كلام الله نطق به على الحقيقة على ما يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم بين فقال هناك فئة تقول إن حروفه مخلوقة قال فلعنه ثم اهجره كل أواني. وذلك الذين يزعمون أن حرف القرآن مخلوقة الجهمية والمعتزلة وإلى غير ذلك هؤلاء خارج ملة الإسلام. وهنا فتح إمام أحمد في خلق القرآن وصبر فقال يا أمير المؤمنين ائتني بقول من الكتاب والسنة يوضح أن هذا المسألة أن القرآن ليس بكلام الله عز وجل. فما استطاع له سبيلا وصبر على ذلك حتى نصره الله في هذه المحنة. فكما قال أهل العلم نصر الله الدين برجلين بأبي بكر في الردة وبالإمام أحمد في خلق القرآن. ثم بيّن مسألة مهمة يقصر فيها كثير منا يا أخواني يا أحبابي وهي مسألة الزجر بالهجر. فقال لا تلقى مبتدعا ولا متزندقا إلا بعبسة مالك الغضبان. المبتدع أهل البدع لا تلقاهم أبدا إلا لكي تعلمهم أنها بدعة ولا تجلس إلى مبتدع يا أخواني. وكما مر معنا في شرح السنة للبربهاري أن كما قال ابن سيرين المبتدع لا تسلم عليه
ولا تجب له دعوة ولا تجلس معه على طعام إلى غير ذلك أيها الكرام الفضلاء. ولذلك مثل هذه الأمور لا ينبغي أبدا أن الإنسان يقصر فيها وأن الإنسان يداهن في دين الله تبارك وتعالى. ولذلك لما قال إلا بعبسة مالك الغضبان يعني يقصد بقول ربنا عز وجل ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وهذا تصوير أن المبتدعة الذين هم في بدعتهم لابد أن تلقاهم بوجه عابس ولا تداهنهم ولا تجلس في مجالسهم ولا تفتح معهم نقاشا في مثل هذه الأمور. ولذلك لما جاء الرجل لما يقول الرحمن على العرش استوى قال استوى معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ولا أراك إلا مبتدعا فأخرجوه ثم ألقوا به في خارج مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم تكلم في مسألة مهمة وهي مسألة يقول لك أنا متوقف في القرآن لا أقول كلام الله ولا أقول أنه مخلوق. قال والوقف في القرآن خبث باطل وخداع كل مذبذب حيران. لا القرآن كلام الله لا نقول أننا نتوقف لا كلام الله نطق به تبارك وتعالى ويجب على المسلم أن يعتقد أنه كلام الله وأنه غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وقد تكلم به حقيقة أوحى به إلى جبريل وسمعه جبريل بحرف وصوت وبلغه جبريل عليه السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام والنبي بلغه للأمة والنبي بلغه إلى أمته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله إن الواقفة الذين هم رأس في التعطيل بل هم شر المعطلة. هذا يقول لك احنا متوقفين في الموضوع لا لسنا متوقفين نحن نؤمن أنه كلام الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الرازي في آخر حياته لما تكلم في مثل هذه الأمور الباطلة وتاب إلى الله قال نهاية إقدام العقول عقاله وأكثر سعي العالمين ضلاله وأرواحنا في وحشة من جسومنا وأكثر دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا. ويقول آخر لعمري لقد طفت المعاهد كلها وصيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضع كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. نسأل الله العافية والسلامة. انتهت بهم الحياة للندم. قال ختاما وقل غير مخلوق كلام إلهنا واعجل ولا تكف الإجابة واري. قال تقولها باللسان العالي والصوت الواضح بدون تلكلؤ ولا تكأكؤ ولا تأخر. القرآن كلام الله غير مخلوق. القرآن كلام الله غير مخلوق. وأهل الشريعة علموا بنزولهم ووضحوا ذلك للناس ثم وضح أن الذين يقولون بخلق القرآن هم شكلان تجن واللي هم هؤلاء الشكلان وهؤلاء الصنفان. أيها الكرام الفضلاء ينبغي أنهم يقعون ما بين متشككين وما بين مارقين. لكن عقيدة السلف أن لا نحيد عنها قيد أنمل أن القرآن كلام الله وأطال في هذا الباب لأنه موجود في كل زمان ومكان موجود في كل زمان ومكان. قال وتجنب اللفظين إن كليهما وما قال جهم عندنا سيان. إيش هما اللفظين؟ اللفظين أيها الكرام الفضلاء اللي هو الناس الذين يقولون بأن القرآن غير بأن القرآن مخلوق أو عبارة أو حكاية عن كلام الله. فقال كل هذه فاسدة مثل هذه الأشياء. ثم بعد ذلك يعطيك النصائح أن تكون سلفيا على الجادة. قال يا أيها السني خذ بوصيتي واخصص بذلك جملة الإخوان اجعل لكل الناس هذه الوصية واقبل وصية مشفق متودد. ودائما صاحب الوصية يكون صاحب شفقة وصاحب ود واسمع بفهم حاضر يقظاني. لابد السني السلفي يكون عند فهم. ولذلك النبي يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأيضا ينصح السلفي أن يكون متوسطا والتوسط معناه أعلى الشيء مو معناها المداهنة يلعب على حبلين لا. وكذلك جعلناكم أمة وسطة وأوسط الشيء أعلى ومعناه من غير إفراط ولا تفريط. أولئك الذين أنعم الله عليهم
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أسماء الاعترافين. ثم بعد ذلك بين أي مسلم ما هي المهمات التي تبدأ بها، وبدأ أهم شيء تبدأ التوحيد، واعلم بأن الله رب واحد تنزل عن ثالث أو ثاني، الأول المبدي بغير بداية والآخر المفني وليس بفني، من أسمائه الأول والآخر. هذا أول واجب على العبيد، حق الأول وحق على العبيد وتوحيدهم تبارك وتعالى. ثم يرجع بعد ذلك يوضح لك أن كلام الله عز وجل صفة لهم ودالهم، ومنه بدأ وإليه يعود بلا آد ولا حدثان، لأن الناس في الكلام أكثر من 100 قول، الناس في الكلام أكثر من 100 قول، أشهرها 4 أقوال. أول قول قول السلف أنه يتكلم متى شاء كيفما شاء بما شاء بصوت وحرف على مسموع على ما يليق بجلاله وكماله. القول الثاني مذهب المعتزلة أن كلام الله مخلوق. القول الثالث قول الأشاعرة والماتريدية أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس. القول الرابع قول الكرامية، وهي التي زعمت أن الله تكلم بكل ما أراد بجميع الكلام جملة واحدة فلم يعد متكلما الآن، وكل أقوال فاسدة إلا القول الأول هو قول السنة والجماعة. ولذلك قال الإمام ابن القيم في النونية: هذه مقالات لهم فانظر ترى في كتبهم يا من له عينان، لكن على الحق قالوا إنما جبريل بلغه عن الرحمن، ألقاه مسموعا له من ربه للصادق المصدوق بالبرهان. ثم قال: من قال إن كلامه سبحانه وصف قديم أحرف ومعاني، أو قال إن كلامه سبحانه معنى قديم قام بالرحمن، معنى قديم قام بالرحمن، هذا الذي قد خالف المعقول والمنقول والفطرات للإنسان. أما الذي قد قال إن كلامه ذو أحرف قد رتبت ببيان، وكلامه بمشيئة وإرادة كالفعل منه كلاهما سيان، فهو الذي قد قال قولا يعلم العقلاء صحته بلا نكران. فالله جل جلاله متكلم النقل والمعقول والبرهان، قد أجمعت رسل الله عليه ينكره من أتباعه رجلان، فكلامه حقا يقوم به، وإلا لم يكن متكلما بقرآن، والله موصوف بذلك حقيقة. هذا الحديث ومحكم قرآن. أطلنا في هذا أيها الكرام الفضلاء حتى يعلم هذه العقيدة في زمن أمس كان عندي بث مباشر على القناة، وإمرأة تقول لي: يا شيخ ابني دخل في الإلحاد وأنا حزينة جدا. فهذا الكلام الذي نحن نقوله هذا الذي الآن يحارب من قبل أعداء الدين أيها الكرام الفضلاء، يحاربونه بكل طريقة لكي يضلوا الناس عن دين الله تبارك وعن دين الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك وضح رحمه الله الإيمان بالقدر والمنازل والمراتب الأربعة، وهي الخلق والكتابة والعلم والمشيئة، لأن القدرية هؤلاء هم الذين يشككون في القدر، هم من أشر الناس نسأل الله السلامة والعافية، هم مجوس هذه الأمة كما أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ودين الله كامل وشريعته سمحة، ولذلك قال يقول لك إيش دين بالشريعة، يعني من فعل دان يدين ديانة، والكتاب كليهما فكلاهما للدين واسطتان. ثم وضح لك الإيمان بالغيب، هذا مهم جدا، فقال: ولكل عبد حافظان لكل ما يقع الجزاء عليه مخلوقان. وجاء تسميتهم بمنكر برقيب وعتيد، قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والملائكة منها ما سميت ميكائيل جبرائيل إسرافيل ملك الموت رقيب عتيد، ومنها ما ذكرت وصفا فيبقى على ما ذكرت وصف مثل ملك الموت وليس عزرائيل. قال: أمر بكتب كلامه وفعاله وهما لأمر الله مؤتمران. أيوة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولذلك أمروا بكتب الكلام، ويقعد 6 ساعات ينتظر حتى ترجع عن الفعل لكي يمسحه. والله صدق وعده ووعيده مما يعاين شخصه العينان، يعني كل ما وعد الله عز وجل به سيكون وسيحدث إن شاء الله عز وجل. والله عز وجل أخبر بغيب على لسان رسوله، منه ما
نحن نراه من علامات الساعة، ومنه ما سيكون في أهوالها، ومنه ما سيكون في عرصات القيامة. والله أكبر أن تحد صفاته أو أن يقاس بجملة الأعيان. الله أكبر، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكلمة يقاس بجملة القياس الشمولي، وهو ما يعرف بالعام الشامل جميع أفراده، بحيث يكون كل فرد داخلا في مسمى ذلك اللفظ. فإذا قلنا الحياة فإنها لا تقاس بحياة المخلوقين، بل هي بحياة الخالق على ما يليق بجلاله وكماله. النوع الثاني القياس التمثيلي، وهو ليس كمثله شيء، وهو السميع، فما يثبت للخالق لا يثبت للمخلوق، لا يثبت للمخلوق. القياس الأول وهو أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل، وهذا يقول العلماء مستعمل في حق الله، ولله المثل الأعلى، بمعنى كل صفة كمال فالله له أعلاها. فإذا قلت السمع، أنت تسمع وأنا أسمع وفلان يسمع، لكن الله عز وجل سمعه لا يشابه ولا بالمخلوقين ولا يقاس بهؤلاء المخلوقين. ثم بعد ذلك يبدأ المصنف يتكلم عن الحياة في القبر، وهذا إن شاء الله ستكون في المجالس القابلات بإذن فاطر الأرض والسماوات. وصلى على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير يا شيخ.